تما ومس ببلاد القرى في الظلام. ستو علينا الباب واحد في الاخر كيتشك اخرتنا عند الله كاع ما يدخلك فيها الشك. الوقت الصعيب هو اللي نبغيك ما تنسنيش ما عنديش القلب بلاصه الراب هو باش كنعيش ما بغيتينيش هكا بغيتي جبهتي فرض مامتي سمحي لي كتشوف بيه فاش كنمرض خلاص كنعرف الدين صببنا الراب لا كل فينا الدنيا دات وكله بالسبلا نتسول راسي كل ليله شكون اللي غينفع واش الراب واش الصحاب بلا ما تسول على الصلاه عيش ما نشوف نفكر ونقول هذا الحل نهار على نهار الحياه بعيني كتدبر كنقولوا الانتحار قلت شينا كمل رساله اما في الاكبر غدوز ليام الكحله منا اللي يقول طاسه والشراب غينسي والحساب جرحه كتبقى في القلب كانوا بعد ولا قراب منا اللي يقول الله يعطينا الفن العذاب خساره جينا دقة قديمة من الصحاب منا اللي يقول البلاد تخدمات يديروا اللي بغاو ويقولوا كلمة الشعب نفدات يا خي غير حقارة تخلوط بالعلالة والصفارة تسعدوا الدعارة منا اللي مكانة عنده هي الجحيم منا اللي هاك ستريز جيم تدارو فينا ما بغاو تحوطينا براسنا عطيناهم اللي بغاو وحنا بزاف اللي خاصنا لا مشاق البيت الدوام وحال تقد سمو رجعت الموري اللورنا شتعين دمو عطينا للراب كلشي الراب معطانا تشانس حسيتي بيا تنتي شحال كنتي موسط الطش مازال غنهضر بخاطر دوك لي ساكشين بخاطر ولاد الشعب اللي في عينيهم راه واصلين دارو فينا ما بغاو قالوا هما اللي بغاو شدوا الماني وساو قالوا فاك فاك مرتوقة فيهم بنت الشعب غنوصل ليهم دارو فينا ما بغاو تحنا رضينا برا تعطيناهم اللي بغاو وحنا بزاف اللي خاصنا لا البي مشات الدوام وحات كتسمعو شبعو فينا توراق وما وسط الافاق برافو سناء رابوز من مدينة مكناس غادي نسمعوا الرأي الفنان مسلم في الفلو ديال سناء في الفلو الفلو عنده وعر الستيل ديالها الصوت ديالها معبر جدا على اللي كتبغي توصل والذوق ديالها في اختيار لي زانستري واعر بغيت غير نسول انا واش هاد البارول عاد كتبتيه ولا والله شي عاد كشمشو الباك متاكده قسما بالله كامل من الاول لاخر لا كاين شي لقطاش حيت انا راه عقلت على شي حوايج دازو في الكاستين دارو فينا ما بغاو لاخيش راه ما يمكنليش نكتب تراك كامل ضروا نهش لقطه باش ما نديكاليش اوكي المهم برافو انا كنت ملي سمعت بلي عاد كتبتي البارح كنت خايف لا يمشي لك البارول حيت رابور ملي كيكون سير سان وكيكون مركز على البارول كينسى لا سين كيبقى بالو عندك يمشي له البارول كينسى لا سين كينسى الجمهور ولكن انت توفقتي في هذا الشيء المهم نتمنوا لك التوفيق برافو لالا نورا صقلي كيفاش جاتك سناء انا عندي واحد السؤال سناء شحال عندك من عام لان زعما التخان واحد لا سوفرانس بحال عايشه في الدنيا مشحال هادي فهمتي عندك واحد واحد الحموله واحد الشحنه ديال لي زيموسيون بحال عشتي بزاف فوق الارض حتى عمرتي وبديتي تربي الا كنتي في 17 عام درتي هذا الشيء واخترتي ودرتي لنا هذا الشيء يعني ملي غادي تزيدي تكبري في لاج ديسي واحد 10 سنين كنتمنى لك التوفيق لان كنشوف واحد البدرد واحد لا غابوز اللي ان شاء الله في المستقبل غتكون احسن واحسن وهذا الشيء كيفرح تبارك الله علاش قلت لك قالوا لي بنت غنى الشرقي ماشي الراب قولي لي واش هيفاء قزات في شي بلاد عندها جواب على كل شيء تبارك الله الا الا كنتي قصيتي في 17 عام ودرتي هذا الشيء كنظن ان دون كلكزاني ان شاء الله غتعطينا احسن لكن راه الراب يخليك تكوني اي حاجه تبارك الله عليك تبارك الله عليك سناء شكرا بزاف شكرا